الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى. والله لما كان الزمان بهم أزرى، ففرقهم في الأرض حتى قبوري. ألمي عليهم، أسفي عليهم. فلو لم يكنهم خير من وطأ العصا، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى، ففرقهم في الأرض حتى قبوري. فبعض ببغداد، فبعض ببغداد، وبعض بسامراء. فبعض ببغداد وبعض بسامراء. وفي طيبة طاغى، وفي طيبة طاغى، وفي طيبة طاغى، وأسباطه ثوى. وفي طيبة طاغى، وأسباطه ثوى ثوى، وحف الشقى قبرا لبضعة الزهراء. ما لها قبر. وفي طيبة طاغى طاغى أسباطه ثوى، وعف الشقى قبرا لبضعته الزغرى. ودع عنك ذكر الطف، اترك كربلاء، ودع عنك ذكر الطف، إن مصابه حال فؤادي عند تذكاره جمرا. ودع عنك ذكر الطيف، إن مصابه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في مجلسنا الخطيب الكبير السيد هشام البطاط حفظه الله تعالى ورعاه، وأنا أتجاسر حقيقة بحضور السيد، وطلبت منه أن يعتلي المنبر هذه الليلة بإصرار، ولكنه رفض. سيد هشام من خطبائنا القدماء الكبار الكرام اللي لهم وزنهم العلمي، وأطلب من الله أن يحفظه وأن يحفظ كل خدمة الحسين، ويرحم الماضين منهم برحمته الواسعة. اللي وصلنا للبارحة أيها الأحبة في بحث المعاد، ونحن في الشفاعة، اللي أخذنا للشفاعة ليالي أمير المؤمنين، وإلا حسب تسلسل بحث المعاد كملنا من نفخة الصور أو نفخات الصور، وصلنا إلى قيام الساعة. كان المفروض نكمل حسب التسلسل الصحيح، ولكن ليالي أمير المؤمنين عليه السلام أخذتنا للشفاعة. ما بقي من بحث الشفاعة قليل، يعني 3 ليالي سولفنا بها، عرفناها، بينا فوائدها، قسمناها، ثم جئنا إلى الآيات النافية والآيات المثبتة، فقسمنا الآيات النافية وقسمنا أيضاً الآيات المثبتة. آخر شيء توقفنا عنده في ليلة البارحة الآيات المثبتة للشفاعة، وكانت على كم قسم؟ 5 أقسام، جزاكم الله خير. 5: الإذنية والرحيمية والعهدية والمرضية والحقية، مو هكذا؟ المهم قسمناها إلى 5 أقسام، وكل قسم من أقسام الشفاعة الإيجابية بينا آيتها، وبينا مو فقط آيتها، أنها مرتبطة بالنبي وآل النبي عليهم السلام. بقى شيء، اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء أخير أيها الأحبة في بحث الشفاعة، بقي شيء أخير حتى ننتهي من هذا البحث وأرجع لتسلسل المعاد.
وصلنا إلى قيام الساعة، وإن ما نوصل في الليلة وبكرة إن شاء الله نوصل بعد، والله كريم. بقي شيء وحيد في بحث الشفاعة من بعد هذه الرحلة الطويلة، فقط مراتب الشفاعة. الشفاعة لها مراتب. صاحب موسوعة الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية في مجلد في المجلد الثامن، اللي هو العالم الشيخ فاضل الصفار، خلالها عنوان مراتب الشفاعة، وبين أن للشفاعة ثلاث مراتب للشفاعة. المرتبة الأولى أيها الأحبة عبر عنها بالشفاعة الاستجابية. شنو معنى الشفاعة الاستجابية؟ يعني يقول أولياء الله تعالى يدعونه لهذا المذنب أو ذاك، أنه يا رب هذا تجاوز عن سيئاته، يا رب هذا ارفع درجاته، يا رب أدخل هذا إلى الجنة. يدعون الله جل وعلا. هم لما يدعون يستجيب لهم أو لا يستجيب؟ يستجيب لهم. فهذا يقلل سيئاته، يرفع درجاته، يدخله وين؟ للجنة. احنا قلنا هسه الشفاعة ثلاث آراء، أنه حط السيئات يو زيادة الثواب يو الاثنين، وقلنا بالاثنين جيد. هسه هاي المرتبة الأولى من مراتب الشفاعة، أنه الشفيع يدعو الله جل وعلا، هم شنو؟ يستجيب له. يقول وتتحقق بطلب الشفيع من الله سبحانه والتماسه في أن يعفو عن ذنوب المشفوع له، فيستجيب الباري عز وجل الطلب ويرفع عنه العقاب كرامة للشافيع. وعلى هذا الأساس تكون يعني الشفاعة مقصورة على مورد الدعاء واستجابة الدعاء لا أكثر. هسه تقول لي الشفاعة كلها بهالمرتبة هاي، أنه دعاء الله يستجيب؟ يقول لا، أكو مرتبة أعلى من هذه المرتبة، يعني أعلى من مرتبة الشفاعة الاستجابية اللي هي دعاء استجابة دعاء. زين، طبعا هسه هو جايب روايات كثيرة، ما أدري الإخوة إلهم خلق أقرأ لهم رواية ما لهم خلق أقرأ لهم رواية. شوفوا خلنا أقرأ لكم رواية واحدة في تفسير القمي بسند معتبر كالصحيح عن أبي جعفر يعني الباقر: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. ما من أحد من الأولين والآخرين، هاي الرواية معتبرة كالصحيحة، إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول: إن لرسول الله الشفاعة في أمته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم. النبي إلى شفاعة، وإحنا إن شفاعة للشيعة، ما أدري وياي، والشيعة لهم شفاعة لمن؟ لأهاليهم. هسه وين هاي الرواية موجودة في تفسير القمي؟ زين، طبعا جايب بعد روايات حلوة بس تحتاج إلى وقت مفصل. المهم زين، هسه تقول لي بس هاي المرتبة للشفاعة؟ لا، أكو مرتبة شنو؟ ها؟ أخرى. المرتبة الأخرى يعبر عنها بالشفاعة الوهبية. الأولى شنو كانت؟ الاستجابية، هاي وهبية. يقول: وهي أن يهب الله سبحانه لعباده المكرمين عنده صلاحية العفو. يعني هنا القضية أرفع من ذيك يوم، مو أرفع، أرفع. الأولى مو قضية صلاحية وما صلاحية، لا، ولي الله يدعو الله هم يستجيب له، فيدخل هذا المؤمن اللي عنده ذنوب وين؟ للجنة، يتجاوز عن سيئاتي. هذه مرتبة. المرتبة الثانية لا، مو قضية فقط دعاء واستجابة، لا، قضية صلاحية. رب العالمين أعطى صلاحية لبعض عباده أن شنو؟ ها؟ إيه؟ أنه يشفعون لهذا المؤمن أو ذاك. يشفعون بأي طريقة؟ قلنا بأي طريقة، من خلال حط سيئاته، ومن خلال رفع شنو؟ درجاته، أو زيادة شنو؟ ثوابه، حتى يدخل الجنة. زين، يقول: صلاحية العفو والتجاوز عن العباد المذنبين التابعين لهم حباً التابعين لهم، يعني اللي يشفعون، حباً وكرامة. وهذه أعلى رتبة من الشنو؟
من الأولى، هاي الشفاعة أعلى من الأولى، أنه الله ينطي صلاحية للإمام المعصوم لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه أنا منطيك صلاحية لأتباعكم أن هذا شنو هات أي بعد هاي سيئات تحطوها وذاك درجاتها هم ترفعوها أو ثوابه شنو تكثروه حتى يدخل للجنة، الله يعطيهم صلاحية. فهاي يعبر عنها بالشفاعة الوهبية، وهي أعلى رتبة من الشفاعة الاستجابية. أحسنتم. طبعا هم جايب روايات، هم جايب روايات كثيرة بإمكان الإخوة مراجعتها في المصدر. أسأكو بيها رواية حلوة، ما أدري الإخوة إلهم خلق أقرأ لهم إياه ما لهم خلق، الله أكبر شنو من رواية حلوة عن رسول الله أقرأها إلكم يولا. بس احنا بعد بالليالي الأخيرة أنتم تعبانين وإحنا تعبانين بعد، خلي شوية تصير مجالسنا ولائية، مو مثل الليالي الأولى هي علمية زايد ونظرية زايد، هاي الليالي شوية الناس تعبانة بعد خلص، فخلي تصير شوية ولائية حلوة. شوفوا هاي الرواية، أنا قاعد أقرأ بمصدر، يقولون الخطباء يجيبون من جيوبهم، تعمد قمت أجيب مصادر وياي حتى من جيوبنا يوم مصادر. المهم عن رسول الله إذا كان، أيضا الرواية موجودة في تفسير الفرات، هو كاتب الفرات، تفسير فرات، تفسير فرات من التفاسير القديمة، يعني عمره أكثر من 1000 سنة، أكثر من شنو؟ من 1000 سنة. جاي عن رسول الله إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى من منابرهم يوم القيامة، كل نبي إلى منبر وأعلى المنابر منبر منه رسول الله، يقول منبري أعلى المنابر، أعلى من منابر كل الأنبياء. جيد، وهذه المنابر من نور طبعا، من نور. ثم ينادي المنادي وهو جبرائيل، أين فاطمة بنت محمد؟ فيقول الله يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لله الواحد القهار. فيقول الله يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يعني رب العالمين يصيح الكرم لمن اليوم يوم القيامة؟ النبي وعلي وحسن فاطمة حسن حسين، يقول لك يا رب لك يا رب لك يا رب، يقولهم كرمي يظهر من خلالكم هذا اليوم، كرمي يظهر. ولهذا البارحة قلت لكم أرجى آية في القرآن بنظر آل البيت ولسوف يعطيك ربك فترضى، مو الآية اللي قالوا عنها الغير أنه قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، قالوا هذه أرجى آية. الإمام الصادق يقول ولسوف يعطيك أرجى من تلك، ليش؟ لأن هاي بها شفاعة جدي. والآن الرواية تقول كرم الله يظهر من خلال الخمسة يوم القيامة، هو الله يقول جل وعلا، شوفوا يقول لله، فيقول الله يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة، يا أهل الجمع تأطئ الرؤوس وغض الأبصار، تأطئ الرؤوس وغض الأبصار. لا لا شوفوا إخواني أرجوكم لا انتبهوا حقيقة، تأطئ الرؤوس وغض، عجيب واقع. ليش يا رب؟ يقول هذه فاطمة تسير إلى الجنة، هاي الخلائق من آدم إلى يوم القيامة كلها تطأطئ رأسها يوم تطأطئ، تغض بصرها يوم تغض، لأن الزهراء تريد تدخل للجنة. فالخلائق هاي مو مليارات، احنا اليوم 7 مليارات من آدم، اليوم القيامة تريليونات، أكثر من التريليونات، هاي كلها تغض بصرها وتطأطئ رأسها حتى فاطمة تمر. ولهذا أصور قول الزهراء في خطبتها أيها الناس اعلموا أني فاطمة، لعل وجها من وجوه ذلك أنها تشير إلى ذلك الموقف في القيامة، أنه اعلموا أني فاطمة اللي تطأطئ لها الرؤوس في يوم القيامة، كل الرؤوس راح تطأطئ لها يوم القيامة وكلها راح تخضع لها يوم القيامة، تخضع لها يوم القيامة. زين، تسير إلى الجنة، فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت. إخواني هسه هذا المشهد إحنا راح نشوفه إن شاء الله يوم نشوفه، هذا راح نشوفه. تلتفت من توصل يم باب الجنة ما تدخل، تلتفت
فيقول الله يا بنت حبيبي ما التفاتتك كذا وقد أمرت بك إلى جنتي، فتقول يا رب أحببت أن يعرف قدري. قالها أنا قلت ليش دخلي للجنة ليش وقفتي؟ المن تباوعين؟ قالت لي أريد يعرف شنو؟ أنا في الدنيا مجهولة القدر والقبر، الآن أريد قدري شنو؟ يعرف في مثل هذا اليوم. فيقول الله يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنة. فاطمة حس هنا أنا أنطاها صلاحية أو ما أنطاها صلاحية؟ إحنا قاعد نتكلم بالشفاعة إيش عبرنا عنها الوهبية، أنطاها صلاحية أو ما أنطاها؟ قالها هاي الخلائق قدامك يا فاطمة، يا هو للقلب حب إلك يو حب الأولادك خذيه إلى ال... وبهاي الطريقة يعرف قدرك لو ما يعرف. إحنا قبل يومين قلنا الشفاعة من فوائدها شنو؟ تبين قدر أولياء الله لو ما تبين قدرهم، مو قلنا؟ الآن يتضح، تربطنا بأولياء الله واحد، تعطينا أمل اثنين، تبين قدر أولياء الله ثلاثة. وهي لا تقول لي أريد يعرف قدري، قالها شوفي هاي الخلائق، ياهو اللي في قلبه حب لك لأولادك أدخليه الجنة، أعطاها صلاحية؟ خلص خلص، هاي شفاعة أعلى من ذيك الدعاء واستجابة الدعاء، هاي أعلى. زين والله التفتوا لي أرجوكم. قال أبو جعفر والله يا جابر، طبعا هي إيه هي الرواية الإمام الباقر هسه في تفسير فرات بإسناده عن جابر عن الصادق عن الباقر عن رسول الله هالطريقة هذه. زين هنا بعد الإمام الباقر يدي علق. قال أبو جعفر والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها. لا تشوفني لا تشوفني تلتقطهم من بين التريليونات ومو التريليونات، تلتقطهم والله الإمام يقول لتلتقط شيعتها. وهاي الخلائق تشوفي وما تشوف، ومحبيها تلتقط شيعتها وشنو؟ ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. الله فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا. يعني شلون الزهراء من وقفت بباب الجنة التفتت؟ الشيعة اللي تلتقطهم الزهراء لما يوصلون الباب الجنة هم هم شنو؟ ها؟ هم هم يلتفتون ما يدخلون للجنة. فإذا التفتوا يقول الله يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا. عجيب واقعا، يا ربي احنا بالدنيا شبعنا موت يوم شبعنا موت، شبعنا ظلم يوم شبعنا ظلم، تكفير يوم شبعنا تكفير، كذا كذا كذا، نريد الآن يعرف شنو؟ يعرف في مثل هذا اليوم. فيقول الله يا أحبائي ارجعوا وانظروا. الله أكبر، لا حول ولا قوة. شوف شوف الخير اللي احنا بيه، شوف الخير، شوف يقولهم رب العالمين يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة. اللي حبكم لحب منه؟ لحب الزهراء لكم. هذا شنو؟ شوف عوله، من وينها؟ من أحبكم لحب فاطمة. التفتوا انظروا من أطعمكم لحب فاطمة. هذا هم شنو؟ جيبوه. انظروا من كساكم لحب فاطمة. خاف واحد أطاكم ثوب في يوم من الأيام لحب الزهراء، هذا هم شنو؟ جيبوه. انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة. خاف واحد سقاكم في يوم من الأيام ماء لحب منه؟
لحب الزهراء، هذا هم شنو؟ جيبوه. انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. شنو هالنعمة هذه؟ هاي اللي الإمام يقول أرجى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. إيش راح يعطيه فيرضيه صلى الله عليه وآله؟ والمعطي هو أكرم الأكرمين، والمعطى هو أقرب الخلق إلى أكرم الأكرمين. فلما يكون المعطي أكرم الأكرمين والمعطى أقرب الخلق إليه، شو تكون العطية؟ ما أدري المتنبي شنو يقول، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. مو شي ولا عمي، مو شي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. يعني أنا هسه لما يجيني فقير طاقتي طاقة كرمي أنطي 5000 دينار، من أنطي 10000 أموت. أنا طاقتي 5000 دينار أعطي 5000 دينار، طاقتي 10000 أعطي 10000. لكن إذا كان المعطي أكرم الأكرمين، كرم مطلق، مطلق الكرم وهو الله، والمعطى أقرب الخلق إليه. أنت هسه أسألكم بالله، لما يجيك فقير عادي ويطلب منك، لما تجيك مثلا أمك وتطلب منك، تساوي بيناتهم بالعطاء يقول أقربون أو لا بالمعروف؟ خو بعد الأقرب إليك تطيه صحي ولا؟ خو أقرب الخلق إلى الله المصطفى، وأكرم الأكرمين يريد يعطي المصطفى حتى يرضى المصطفى. لا مو هي قضية كبيرة، ما أدري الإخوة قاعد يلتفتون للكلام وما يلتفتون، قضية كلش كبيرة، كلش كبيرة. إخواني، مرة أرضيك بما أعطيك، أنا يعني إيش أنطيك أنت شنو؟ ترضى. مرة لا، أبقى أعطيك حتى أرضيك. الآية تقول ولسوف يعطيك، بصيغة المضارع الدال على الاستمرار، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني مو أرضيك بما أعطيك، أعطيك بما أرضيك، راح أبقى أعطيك إلى أن شنو؟ ترضى. خو هذا أكرم الأكرمين يقول، مو أني اللي كرمي محدود، هذا الكرم اللا محدود يقول ولأقرب الخلق إلي. العطية شو تكون؟ تكون إنا أعطيناك الكوثر. العطية تكون فاطمة، وفاطمة على حبها، وليسقي على حبها، وليطعم على حبها، وليريد غيبة على حبها، وليلبس لواحد ثياب على حبها، تشمله هذا الكرم الفاطمي المحمدي يوم القيامة، ويدخل للجنة ببركة الزهراء عليها السلام. قال أبو جعفر الإمام الباقر لجابر الأنصاري، قال أبو جعفر والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق، بس ذولا اللي يبقون، شاك كافر منافق، أما البقية شنو؟ ها تشملهم الزهراء كرمها لو ما يشملهم كرم الزهراء. فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى، هذول الكافر والمنافق والشاك، فما لنا من شافعين. احنا شو ما حد شفع عنا، بس ذولا كشفعوا لهم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. شنو يعني لنا كرة؟ يعني لو الله يرجعنا مرة ثانية للدنيا ونطعم على حب الزهراء ونسقي على حب الزهراء، ها، ونكسو على حب الزهراء، وحتى شنو؟ حتى ننال الشفاعة. بعد اكو كرة وما اكو كرة؟ خلاص ما اكو كرة، انتهى الموضوع. ما ادري هسه الأحبة وياي لو مو ياي. صار كم مرتبة لحد الآن للشفاعة؟ مرتبتان للشفاعة، مرتبتين، الاستجابية والشنو؟ والوهبية. يقول صاحب الموسوعة المرتبة الثالثة وهي أفضل من الثانية. شوفوا الكرم وين يوصل. المرتبة الثالثة يعبر عنها الشفاعة التفويضية. الشفاعة شنو؟ هاي شنو؟ وتتحقق بتفويض عجيب واقعا،
يقول يابا هنا القضية بعد مو قضية بس فاطمة دخلي للجنة الترديد، لا يقول أصلا أمر الحساب كله رب العالمين يفوض به بعض عباده ومو بعض عباده. تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هاي بعد أصلا أمر الحساب كله رب العالمين يخليه بيد من؟ بيد بعض عباده. هل معنى ذلك أنه رب العالمين يعني هو شنو فقط سيطرته وقد أعوذ بالله؟ عباده يعملون بإرادته ومو بإرادته، بإذنه ومو بإذنه، بقوته ومو بقوته، بقوته. فماكو تعطيل للقدرة الإلهية أو أستغفر الله أبدا، حاشا لله. ولكن تقرؤون في الجامعة الكبيرة العاملون بإرادته، العاملون شنو؟ بإرادته. زين، يقول وتتحقق بتفويض الباري عز وجل أمر الحساب والعقاب والثواب إلى عباده المكرمين فيحاكمون المذنبين ويحاسبونهم بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والموازين الربانية فينظرون في مدى حب العباد وطاعتهم وتسليمهم إلى آخر كلامه. فإذا الشفاعة كم مرتبة إلها أيها الأحبة؟ ثلاثة: استجابية ووهبية وتفويضية. وبالنتيجة باب الشفاعة واسع ومو واسع؟ واسع. الله يشملنا وإياكم بشفاعة محمد وآله يوم القيامة، ولا يحرمنا من شفاعتهم إن شاء الله تعالى، ويشملنا بعنايتهم عليهم السلام. زين، هسه هذا بحث الشفاعة، هاي ثلاث ليالي ونصف الليلة أكملناه. لما نكمل بحث الشفاعة نرجع إلى شنو؟ إلى تسلسلنا في بحث المعاد من بعد ما انتهينا من ليالي أمير المؤمنين عليه السلام. أكملنا نفخات الصور وما يترتب على ذلك من أبحاث. لما نكمل ذلك بعد تقوم القيامة، يوم تقوم القيامة؟ ليش ما يجاوبون الإخوة؟ تقوم يعني يقوم يوم القيامة لو ما يقوم يوم القيامة. زين، لما نقول يوم القيامة، التفتوا لي أحبابي جزاكم الله خير، لما نقول يوم القيامة ماذا نقصد بيوم القيامة؟ هذا أول شيء يكون نعرفه باعتبار الآن قامت القيامة وإحنا في يوم القيامة. إيش نقصد بيوم القيامة؟ ها؟ شنو؟ لا أدري يوم الحساب، إحنا قاعد نقول يوم القيامة، هذا اليوم يعني شنو؟ يعني إحنا، لا التفتولي، إحنا راح نقضي 24 ساعة وأهل الجنة يطبون للجنة وأهل النار يطبون للنار، بهل معنى هذا يوم القيامة؟ يو شنو؟ خو هذا، لا هو هذا أهم شيء يكون نعرفه كبداية قبل لا نوصل للحساب. الإخوة قالوا لي حساب، بعدنا الحساب، مو أقول إحنا كون نمشي تسلسل صحيح ما نفوت شيء، إحنا ندخل بالحساب والميزان والصراط والشفاعة والحاوض و و و وإحنا يوم القيامة ما عارف يخو شنو الفائدة. هو نفس يوم القيامة شنو؟ الله لما يعبر عن يوم القيامة أصلا، هو أنا هيك لقيت بالقرآن، والله أرجوكم التفتوني يا سما دام هاي أنا كنت خالة بعديا بس ما يخالف، خلي الآن أبدي بي. أقول إحنا لما نجي للقرآن الكريم نرى القرآن الكريم مرة يذكر أسماء للقيامة من دون يوم، مرة شي عبر يوم ويخلي لها اسم للقيامة، يعني ما أدري أحبة وياي يعرفون إيش قاعد أقول. القرآن لما يجي لهاي الفترة الزمنية راح نقضيها للحساب وإلى آخره إلى أن تخلص بالجنة والنار، القرآن مرة يخلي أمام اسم من أسماء القيامة يوم، مرة ما يجيب يوم. خو هذا اليوم شنو؟ إيش كثر هذا اليوم؟ غير نعرف إيش كثر هذا اليوم. يوم يعني 24 ساعة، يوم يعني نهار، يوم يعني ليل، يوم شنو هذا اليوم؟ خلنا نعرف. شوفوا مثلا القرآن الكريم مرة يقول ساعة ما يجيب يوم، اقتربت الساعة يعبر عنه شنو؟ ساعة. القرآن مرة يقول حاقة، القرآن مرة يقول خافضة رافعة، القرآن مرة يقول إذا وقعت الواقعة. هسه هاي كلها أسماء قيامة، أكو يوم؟ ليش ما تجاوبوني؟ ماكو يوم، وين اليوم؟ القرآن مرة يقول شنو بعد؟ الطامة، القرآن مرة يقول الغاشية، القرآن مرة يقول القارعة، صحيح ولا؟ ما القارعة؟ أكو يوم؟ ماكو يوم. هاي موارد، أكو موارد أخرى، القرآن الكريم يقول اليوم الآخر، بس أنا خلى شنو؟
خلى يوم، يوم الآزفة، يوم التلاق، يوم التغابن، تناد، يوم الجمع، حسرة، حساب، هاي كلها قبلها يوم، يوم الحق، يوما عبوسا، يوم عظيم عسير، يوم الفصل، يوم القيامة، يوم مجموع كذا فيه الناس، يوم مشهود، يوم وعيد، يوم موعود، يوم الدين، مالك يوم الدين. خو تقرؤون هسه هنا القرآن هي يصير شنو؟ يوم، يعني أسماء القيامة مرة يصدرها باليوم، مرة شنو؟ ما يصدرها باليوم. وهذا هم بينه أيضا، بس ما تكلم عن اليوم وكذا شنو معنى اليوم وأقسام اليوم، بس أشار إلى أسماء اليوم. صاحب موسوعة مفاهيم القرآن أيضا في المجلد الثامن شيخ جعفر سبحاني ذكر هاي الأيام وجاب آياتها، وياي الأحبة لو عافوني جاب آياتها، هم بإمكان الإخوة أن يشوفوها من صفحة 7 إلى صفحة 10 بإمكانهم أن يشوفون الأسماء هذا اليوم وآياتها، ومرة بيوم ومرة من دون يوم. أقول هو نفس اليوم يعني إيش كثر، هذا كون نعرفه أيها الأحبة. القرآن لما يعبر يوم يعني إيش كثر، شوفوا إخواني لما نجي لليوم بالثقافة الدينية نلقى اليوم يطلق على أقسام، يطلق على شنو؟ أقسام. شنو هاي الأقسام؟ مثلا القسم الأول من ايش اسمه، هذا ايش نعبر صحيح مو صحيح، من بياض النهار نقدر نعبر الى غروب الشمس، هذا يسمى بالفقه باليوم الايجاري. باليوم شنو؟ ايجاري. من يطلع بياض النهار الى ان شنو؟ تغرب الشمس، هذا يوم شنو؟ ايجاري. والى ايه في القران الكريم، باوعولي إلى آية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. شنو هي سخرها عليهم؟ العقاب اللي نزل. 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هنا لما اجي للروايات، لما نجي لآراء المفسرين، هاي اللي القرآن سماها ايام تكون شنو؟ هو هذا عبرنا عنه، من بياض النهار الى شنو؟ الى غروب الشمس، كان العذاب شنو؟ ينزل عليهم. القرآن الكريم ماذا سماها؟ ايام. زين احنا لما نقول يوم القيامة يعني هذا، ها؟ ليش لا؟ مو احنا قلنا باشراط الساعه، مو شلون تنسون، مو احنا قلنا باشراط الساعه راح تبقى شمس يوم ماكو شمس، تروح الشمس، ها تروح، مو احنا قلنا يبقى قمر لو ما يبقى قمر، تبقى نجوم يوم انكدرت النجوم او طمست النجوم، طمست والشمس شنو؟ كورت، ما يبقى. في ايه يقول جمع الشمس والقمر، هذا كله يروح لو ما يروح، كله يروح. ولهذا ألفت نظركم إلى نقطة أنا شفت أحس هاي يكون نوصلها بعدين، بس هسه ما أدري شنو جاب عليها. ألفت نظركم إلى نقطة، المنافقون يوم القيامة أو الخلائق بشكل عام، هسه قبل المنافقين، الخلائق يوم القيامة تحتاج إلى نور ترى من خلاله ضياء، لو ما تحتاج، تحتاج شمس ماكو، زينب شنو يشوفون؟ ها؟ ماكو جنة قبل الجنة. أقول بعرصات القيامة الخلائق بعد، بعرصات القيامة عوف الجنة بعدنا، لا دخلنا جنة ولا دخلنا شنو؟ نار. إحنا الآن في مرحلة الحساب اللي راح نجيها، وش قد تطول وشنو الحساب ونسأل عن شنو مولانا، هاي تفاصيل شي خلصها، تفاصيل شي خلصها، هذه ما تخلص، هاي كلها كون نجيها بالسرة وحدة وحدة. لا أنا أقصد قبل الجنة وقبل النار، الخلائق كون تشوف يوم تشوف، شوف شمس ماكو، قمر هم شنو؟ ماكو. هو اصلا اذا ماكو شمس قمر هم شنو؟ هو النور مال القمر منين ياخذه؟ من ضياء الشمس. اذا شمس ماكو خو بعد سالبه بانتفاء، ماكو مشكله يعني. زين شلون تشوف هاي الخلائق؟
ولهذا تجدون في القرآن الكريم أهل النفاق يقولون لأهل السماء أولياء الله الأنبياء والأئمة وعلى رأسهم الخاتم وآل الخاتم: انظرونا نقتبس من نوركم. يعني الخلائق يوم القيامة ترى من خلال من؟ من خلال من؟ دخل أطلع لكم الآيات بعد، خل أطلع لكم، لا 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 أطلع لكم الحرامات، هاي تفوتنا الآيات، لا حرامات تفوتنا الآيات، هسه بس نكتب نقتبس، خل نشوف بيا سورة نقتبس هاي وياها، شوفوا إخواني هذه في سورة الحديد، شوفوا شوفوا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، المقصود المؤمنون الكمل هنا الكمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الكمل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الكمل الذين يقيمون يؤتون. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فاطمة الزهراء يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الآية من بعدها يوم يقول المنافقون عجيب واقعا. شوفوا إخواني والله والله ملحمة قرآنية بالنبي وآله، والله ملحمة قرآنية بالنبي وآله، شوفوا التقابل بين المنافق مؤمن منافقة مؤمنة، سبحان الله شنو من تقابل عجيب. ورسول الله غرس بعقل المسلمين أنه الإيمان متمثل بعلي وآل علي، والنفاق متمثل بأعدائهم. لا عهد معهود إلي من رسول الله بصحيح مسلم في كتاب فضائل الأنصار، إذا ما لقيتوها أنا مسؤول أمامكم، هاي الآن خلال فضائية أحكي شيعة وسنة، إذا ما لقوها أنا مسؤول أمام، بصحيح مسلم بكتاب فضائل الأنصار. الطريف هو هم هذا مسلم ذكي حقيقة، هو ذكي بس ذكي لو داهية ما أدري داهية، هاي مال عهد عهد عهده إلي رسول الله علي يقول أنه لا يحبني إلا مؤمن لا يبغضني إلا منافق. تدرون من خلاها؟ ما خلاها بكتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب، ما خلاها هناك، وين ذبها؟ ذبها باب فضائل الأنصار، وين خلاها؟ آخر حديث حتى يضيع لو ما يضيع. انت لما تريد تشوف فضائل علي بن ابي طالب صحيح مسلم تجي الفضائل الانصار يو تروح الباب مناقب علي بن ابي طالب، باب مناقب علي ما تلقاها، باب مناقب علي بن ابي طالب ما تلقاها، ذبها وين؟ ويا الانصار حتى تضيع. هسه انتوا الليله بحثوا صحيح مسلم علي صحيح مسلم اللي هم عندهم كله صحيح، بعد ماكو هذا الحديث كذا واحد بخاري مسلم كلهم صحيحات كل ما في صحيح، انه لا يحبني الا مؤمن لا يبغضني الا منافق. الرسول غرز غرز بعقل المسلمين بثقافة المسلمين بدواخل المسلمين أن الإيمان يمثله علي والنفاق أعداء علي. هنا الآية بنفس الملحمة بسورة الحديد، الآيتان منافقون أول شيء مؤمنون مؤمنات، الآية من بعدها منافقون هذا التقابل واضح بعد أصلاً البوصلة واضحة باتجاه منه، واضحة باتجاه منه كلش واضحة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، فالخلائق يوم القيامة ترى من خلال يا نور المؤمنون اللي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اللي يرون الأعمال فيشهدون عليها برز الإيمان كله. زين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يا با هسا احنا ظلمات وانتو شنو؟ انوار، اعطونا شويه من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. بين من ومن؟ بين النبي وآل النبي وبين أعدائهم، ضرب بينهم شنو؟ بسور. زين، شنو هذا السور؟ له باب باطنه فيه الرحمة. عود ليش باطنه فيه الرحمة؟ لأن الباطن بجانب النبي وآله، وما أرسلناك إلا. زين، وظاهره من قبله العذاب. عود ليش الظاهر عذاب؟ لأن بجانب شنو؟ بجانب المنافقين. زين، هو يبقى هنا سؤال،
ليش الباب إلى ظاهر ولا باطن؟ والباطن رحمة والظاهر عذاب، لأن المنافقين أصحاب وجه واحد يو وجهين. إحنا قلنا القيامة عالم الآخرة انعكاس لعالم الدنيا يو ما قلنا. شوف التفتوا أصلاً هاي الآيات في سورة الحديد ملاحم، والله ملاحم ملاحم، هاي الآيات في سورة الحديد ملاحم. ما أدري وياي الأحبة يعافوني هسه. أنا على شنو جبتها؟ إحنا الآن في يوم القيامة، الناس قام يوم القيامة. قلنا يوم القيامة يعني شنو؟ لما نرجع ثقافتنا الدينية، أكو عندنا يوم إيجاري، هذا اليوم يبدأ من طلوع شنو؟ أي إلى الغروب، هذا يعبر عنه باليوم الإيجاري. يوم القيامة هكذا؟ قلنا الجواب شنو؟ لا، لأن يوم القيامة أكو شمس وما شمس، ما لها ربط، طلعت شمس ورجعت شمس، يعني الشمس راحت. زين، أكو عندنا يوم آخر في ثقافتنا الدينية اللي يعبر عنه باليوم الصومي مو الإيجاري، باليوم وآيته فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اليوم الصومي مش وقت، مش وقت، من طلوع الفجر إلى غروب بعد هسه تقع الصومون، بعد تعرفون شنو بعد اليوم الصومي. أكو عندنا يوم صومي، اليوم الصومي يبدأ من أذان الفجر وينتهي شو وقت؟ ويا أذان المغرب. يوم القيامة كذلك، هذا معنى يوم القيامة، لما نقول القيامة يوم يعني هذا من الفجر للمغرب يوهم؟ لا لا. زين، أكو عندنا قسم ثالث ثقافتنا الدينية لليوم ومعنى اليوم، شنو هو؟ مجموع الليل والنهار يسمى شنو؟ يوم. القسم الأول كان من طلوع النهار، بياض النهار إلى غروب الشمس. القسم الثاني كان من الفجر إلى شنو؟ إلى الغروب. القسم الثالث مجموع الليل والنهار ماذا يسمى؟ يوم، يعني 24 ساعة. شو سمى؟ يوم. هذا وين في القرآن؟ ليشهدوا، هاي بالحج، من آيات الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هنا المقصود بالأيام النهار، يوم الليل، يوم الليل والنهار، يذكرون الله وهم في موسم الحج، يذكرون الله بالنهار ويذكرون الله بالليل، يوم الليل ونهار، ليل ونهار، هاي مجموع الليل والنهار. القرآن شنو سماه؟ يوم. زين، لما نقول يوم القيامة يعني الليل والنهار، هو أكو ليل ونهار بذاك اليوم؟ ما أدري تو ياي، يعني هذا يوم القيامة يو غيره؟ غيره. صار كم قسم لحد الآن؟ ثلاثة، ويوم القيامة غيرهين؟ زين، بعد شنو؟ أربعة. شنو؟ أربعة مقطع خاص من الزمن يسمى يوم. بتعبير آخر، مرحلة من المراحل، مو قضية من طلوع إلى غروب أو مجموع أو وإنما شنو؟ ليش ما يجابون الإخوة؟ مرحلة زمنية ما، مرحلة زمنية ما. هاي المرحلة القرآن شو يسميها؟ يوم، أو مراحل زمنية، القرآن يسميها أيام، عدة مراحل، يعني مو 24 ساعة، لعله مرحلة واحدة ألف سنة، ألفين سنة، هاي المرحلة ألف سنة، القرآن شو يسميها؟ يوم، المرحلة يوم، هي ألف سنة، يسميها شنو؟ يوم، يعني مرحلة، هاي وين بالقرآن؟ خلق السماوات والأرض في شنو؟ في ستة أيام. هنا شنو المقصود بستة أيام؟ ستة أيام يعني هاي أيامنا، يعني أسبوع إلا يوم. أكثر المفسرين يقول لا، ستة أيام يعني شنو؟ ست مراحل، ولعله كل مرحلة من المراحل بيها آلاف السنين، إيش مدرينا وياي الأحبة. فالقرآن يسمي المرحلة شنو؟ يوم. فلما يقول في ستة أيام يعني ست شنو؟
مراحل. أو مثلا، لا تشوفني، أو مثلا وقال الذين في النار، الله يجيرنا ويجيركم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هنا أنا قصدهم يوما، يعني شمس وقمر، شمس وغروب، طلوع وغروب، 24 ساعة. يقصدهم مرحلة مرحلة. يابا يا خزنة جهنم تقول له ربكم، أسى الطريف يقول له ربكم، ما يقول ربي. سبحان الله، يعني هذا أبو النار ما يتعدل أبد، ما يتعدل. إيش ما تريد تجيبه ما يجي، هو بالنار يتعذب، يقولهم ربكم ما يقولهم ربي، ما يقدر يقول ربي. ولهذا القرآن يقول ولو شلون، ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أبدا. مثل ذاك يقول 40 سنة شالوهم، رجع شنو؟ رجع وجه. مو تشيكوا عندنا مثل، مو كل أرد أقوله يعني. وقال الذين في النار لخزنة جهنم يخفف عنا يوما من العذاب. فهنا المقصود باليوم هو شنو؟ هو مرحلة زمنية ممتدة، الله أعلم بمدتها. هذا يعبر عنا شنو؟ يا يوم القيامة شنو؟ هذا يوم، هو هو هذا. لما نقول يوم القيامة يعني شنو؟ يعني مرحلة من المراحل راح نكون بيها إلى أن نكمل من خلالها كل شو تسميها. فلاقتحم العقبة، العقبات، فلاقتحم العقبة كما يعبر القرآن. أكو عدة عقبات كون نقتحمها، عقبة بعد عقبة، عقبة بعد عقبة. هاي تشكل مدة زمنية مرحلية القرآن يعبر عنها شنو؟ يوم. هسه شقد تمتد هاي المدة؟ الله أعلم. فبالنتيجة ما نقول يوم القيامة يعني مدة هيكون نقضيها، يعني مرحلة، مرحلة راح نمر بيها، مرحلة. هاي المرحلة بيها، بيها شو تعبر هسا؟ أعبر عقبات، أعبر مراحل هم بيها، أعبر ما أدري، هواي بيها، هواي شغل بيها. راح نجيهن وحدة وحدة إن شاء الله، إذا الله انطانا عمر في وقت آخر، كون هاي المراحل كلها نجيها، أو هاي العقبات، أو هاي إلى آخره، كلها كون نجيها وحدة وحدة، ونقف عندها ونبين تفاصيلها في القرآن والروايات الشريفة. مدة زمنية مولانا، هاي المدة الزمنية هم كل مدة بيها، يعني كل مرحلة من مراحلهم بيها كلام كثير، وفيها عقبات كثيرة، وبيها 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 ما ينفع، وبيها ما يضر، وفيها وفيها. هاي نجيها إن شاء الله بالتفاصيل. هاي المرحلة الزمنية القرآن سماها يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا اليوم هم كما أخبرتكم القرآن سماه بتسميات عديدة. هسه تقول لي هاي التسميات بس من باب الكثرة حتى يبين أهمية هذا اليوم، ويريد يبين أهمية هذا اليوم، ولكن كل تسمية من تسميات القيامة فيها كلام كثير. شلون بيها كلام كثير؟ حتى قبل لا ننتقل لتفاصيل هذا اليوم، شلون بيها كلام كثير؟ أضرب لكم مثال واحد. احنا قلنا من أسماء يوم القيامة شنو؟ ها؟ أنه شنو؟ يوم التناد. أنه شنو؟ هذا اسم من هاي الأسماء الكثيرة. أنه يوم شنو؟ يوم التناد. إيه أدري يوم القيامة، بس هو يوم التناد. لما نجي للقرآن الكريم ونقول له يا قرآن كريم، مثلا مؤمن آل فرعون قال إني أخاف عليكم يوم التناد. يا قرآن كريم ليش سميته يوم تناد؟ يوم السمي واقعة، يوم السمي طامة، يوم السمي قارعة، يوم السمي حاقة، يوم السمي. هاي كل تسمية فيها كلام. نعم، كل تسمية فيها كلام كثير. شلون؟ على سبيل المثال القرآن لما يسمي اسم من أسماء القيامة يوم التناد، وتجي تبحث عن ما هو موجود تحت هذا الاسم في القرآن أو هذا العنوان في القرآن الكريم، تلقاه فعلا يوم التناد. يوم القيامة مثلا تلقى رب العالمين هكذا يخاطب المشركين، يقولهم أين شركائي؟ يعني الله ينادي المشركين أين شركائي؟ شو ما هم؟ تلقى مثلا المؤمن ينادي يوم القيامة هاؤم اقرأوا، هاؤم اقرأوا كتابي. الله يوم القيامة ينادي، والمؤمن هم يوم القيامة شنو؟ ينادي هاؤم اقرأوا. هل سيظهر من فرحته المؤمن، مو يحصل أنه هو رايح للجنة، فمن فرحته يقوم يصيح هاؤم اقرأوا كتابي.
كلها تنادي يوم القيامة. هسا صار اثنين بعد الكافر هم ينادي يا ليتني كنت ترابا، أو مثلا يا ويلتا ليتني كذا إلى آخر الآيات. الكافر هم ينادي، المؤمن ينادي، الله ينادي الكافر يقول له أين شركائي. بعد أهل الجنة ينادون أهل النار، ما سلككم في سقر، أهل الجنة. بعد أهل النار ينادون أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله كذا حرمهما على الكافرين. أهل الجنة ينادون أهل النار، أهل النار ينادون أهل الجنة، الله ينادي المشركين، الكافر ينادي، والمؤمن هم شنو؟ ينادي. ولهذا مؤمن آل فرعون يقولهم إني أخاف عليكم يوم التناد، كلها تنادي يوم القيامة، كلها تنادي. هسه بعد نداء سلام عليكم طبتم، نداء لأهل الجنة، الملائكة يقول أهل الجنة. بعد نداء المنافقين المؤمنين قرانا قبل قليل ينظرون أن أقتبس من نوركم. بعد وهكذا كلام كثير، وقت خلص. هذا اسم من تسميات يوم القيامة، أنه يوم تناد. لما تبحث عن محتوى هذا الاسم في القرآن تجد خيوط كثيرة من خلالها تقدر تنطبع عندك صورة عن يوم القيامة، أنه هذا ينادي من الفرح وذاك ينادي من الحزن وهذا ينادي، يعني عجيب عجيب، يوم غريب حقيقة، يوم غريب، يوم غريب ذلك اليوم. الله يرحمنا وإياكم بمحمد وآله الطاهر، ويرزقنا شفاعة محمد وآله الطاهر. دعب الذكي، دعب الذكي مؤمن عنده فراسة، لما قرأ أبيات للإمام الرضا عليه السلام، ومن جملة ما قال للإمام الرضا: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، دنياي كنت بيها خائف من وراكم بسببكم، حبيتكم ابتليت. فش قال للرضا؟ قال له: من وراكم، أنا الآن شاعر العرب الأكبر، لو أكتب الخلفاء بني العباس، أنا الآن ملك الملوك، الأموال والقصور والأمور والنهي والخدم والحشم، أنا من وراكم خايف، قضيت عمري خايف، لأن دافعت عنكم وحبيتكم وكتبت فيكم وأدري بيكم أنتم مو أهل الدنيا، أنا أدري، بالعكس اللي يحبكم بالدنيا يشبع ضيب، أدري كل زينة ما أدري، فأنا من وراكم اللعبية جولة. شو قال الإمام الرضا؟ ذكي حقيقة، شوف شوف شلون ضمن، شوف ويمن يم الضامن الثامن الضامن، قال له: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد مماتي. الإمام الرضا قاطعه، درى دعبل، قال له: يا دعبل، آمنك الله يوم الفزع الأكبر، أنا الضامن يوم القيامة، دعبل بضمانتي، أنا الضامن يا دعبل. وبعد إخواني من الأدلة على وقت راح، من الأدلة على فراسة هذا المؤمن دعبل وذكائه، أنه قرأ قصيدة للحسين وخلى بيها فاطمة، حقيقة وكأنه يعلم بأن الزهراء مفتاح قلوب آل البيت، مفتاح قلوب آل البيت فاطمة، قاريها. إش قد قروا للأئمة قصائد والأئمة كرموهم كرم دنيوي وكرم أخروي، أهل البيت عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم. إخواني أنا أقرأ أحد الكتب، والله الإنسان يقف حائر، والله يقف حائر، والله يقف حائر. واحد يدخل يقرأ على الإمام، يقرأ للإمام الصادق ما أدري أبيات أو كذا، الإمام يقول للغلام، يقول له: إيش قد عندنا أموال؟ قال له: 3000 دينار. 3000 دينار يعني 3000 سكة ذهبية، 3000 دينار ذهبي. قال له: اعطيه إياه كله. قال: يا ابن رسول الله، واي. قال: اعطيه إياه كله. شنو؟ والآخرة يقول له عليه، دنيا وآخرة عليه. شنو هالكرم هذا؟ عجيب أمر آل البيت، والله عجيب أمر آل البيت.
إش قد قروا لآل البيت شعر ما جابوا بي اسم فاطمة، ما صار تفاعل كما صار مع دعبل أبدا. دعبل عرف قاريهم فاهمهم لآل البيت، قرأ الإمام رضا كان يتفاعل وياه، بس كتفاعل آبائه لما كان غيرهم يقرأ لهم بدون الزهراء، أنه قال له مدارس آيات خلت من تلاوته. قال له إي والله يا دعبل خلت، مدارسنا خلت يا دعبل، بس نسوان زلمنا كلها مقتولة مأسورة مهجرة، بيوتنا بس نسوان. زين العابدين يقول ما مررت على بيوت عقيل إلا خنقتني العبرة. قال له ليش؟ قال لهم ولا رجال بيوت عقيل، بس نسوان كل شيء. فيقولون من نمر على بيوت عقيل هاي كانت تزهي بالرجال ولا رجال ولا رجال، كلها راحت ويا الحسين. شلون ألم هذا؟ قال له كذا وأيديهم وكذا من فيئهم صفراتي. قال له إي والله أيدينا صفرات يا دعبل، أخذوا فئنا أخذوا حقنا ذولا سرقوه، وأيدينا صفرات يا دعبل، كل 10 علويات بعباية واحدة، كل 10 علويات يتناوبن على عباية حتى يصلن. ذولا أهل الكرم أهل الجود آل البيت، إيش صار بيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له وآل رسول الله نحف جسومهم. قال له إيه والله نحف. وآل زياد غلظ الرقبات، أكلوا شربوا ذولا عبادة وزهد وتقوى. قال له إيه يا دعبل كما تقول يا دعبل. إلى أن وصل أفاطم لو خلت الحسين. لا هنا أنا بعد مو إيه والله يا دعبل، الحكي تغير هنا. هنا قال له قف يا دعبل، وقف وقف. قال له يا غلام. نعم. قال له خلينا ستارة بنص الغرفة. شوف 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 ايش سوى بالإمام. قال له خلينا ستارة بنص الغرفة، خلى الستارة. صاح تعالى يا بنات رسول الله، تلك ضوب كانوا موجرة، تعالى هذا يريدنا على الزهراء والحسين. تعالى يقول اجن العلويات ببر الستار. قال له كمل دعبل. قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، لو تتخيلين الحسين مجدل الضربين خدك، لو تشوفيه بالصدق شو تسوين. هذا ترى معنى الكلام، لو بالخيال يمر بخيالك الحسين مقتول الضربين خدك، بالصدق شو تسوين يا زهراء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلين مجدلا وقد مات عرشانا، بشط فرايتي فرايتي ذل لطمت الخد فاطم، وأجريت دمع العين في الوجناتي في الوجناتي. يقول دعبل سمعت علوية من العلويات تصيح وابتاه وحسينا. الرضا ما قال سكتي ما قال سكتي. والله زينب نادت على الفاطميات على الفاطميات، تعال انشدن وياي العبايات. زينب نادت على الفاطميات تعال انشدن وياي العبايات، تدرى ما بقى عد نظرا بات يا وسفة يا بتدرن ما بقعد نظرا بايات، قوما خل نسوي اللي الزامات، والله قوما خل نسوي اللي الزامات ونسوي النطار وكات بوكات. احنا تعبانات علويات، ساعة انت توقفين ساعة انا اوقف ساعة العلوية توقف ساعة 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 ساعة, ساعة. إذا مو هيك ولادنا يضيعون بنياتنا تضيع. والله قوما خل نسوي اللي الزامات ونسوي النطار وكات بوكات. يا بوكات يا عم وهالله هالله بالغريبات، يا عم وهالله هالله بالغريبات، مفجوعات بالوالي وسليبات، والله سليبات يا عمه وبمصيبتنا مصيبات.
ألمي عليكم يا آل رسول الله، ألمي لا ينقطع عليكم، حزني لا ينقطع عنكم، دموعنا لا تتوقف عليكم يا آل محمد، نفس المهموم لظلمنا تسبيح، همه لنا عبادة، كتمان سرنا جهاد في سبيل الله، نفس المهموم لظلمنا تسبيح. يا أنا الوالدة ما دام ذكرنا الزغراء والحسين، أنا الوالدة أنا الوالدة أنا الوالدة اليسر وبتها، أنا الوالدة اليسر وبتها يضربونها وتصرخ شفتها، والله يضربونها وتصرخ شفتها، من الكوفة للشام تبعتها وتعاتب حسين سمعتها. شو تقول له؟ يا با وتعاتب حسين سمعتها، يا حسين زينب من عفتها، والله يا حسين زينب من عفتها، للشام دولة بها وقتها، واليوم جت يلدللتها تقلك وصيتك نفذتها.